العمل 24 ساعة في اليوم في المحطات وفي تشكيل جسم النفق زي ما حضراتكم شايفين. احنا بنسعى ان شاء الله مع ان هذا العمل بدأ متقدم والعمل اللي بنبدأه اليوم تاني له، نسعى ان شاء الله بإذن الله انه المشروعين دول مع بعض ينتهوا ان شاء الله بإذن الله في اخر 2018 بإذن الله، وده يعمل نقلة كبيرة جدا لشبكة مترو انفاق القاهرة. كما ذكر ايضا ان بقية هذا الخط هو جزء من العتبة في اتجاه الجيزة، في اتجاه اسفل الزمالك ثم الى الكتكات وامبابة والعجوزة والدقي وجامعة القاهرة ومنطقة دولاء الدكتور بشكل عام، وهذا سوف يبدأ العمل فيه إن شاء الله بإذن الله خلال أقل من شهرين من الآن، وتم بالفعل توقيع العقود الخاصة بهذا الجزء أثناء زيارة السيد الرئيس الفرنسي للقاهرة في 17 إبريل في إبريل الماضي هنا في القاهرة، وده تحالف من شركات فرنسية وشركات مصرية ستقوم بهذا العمل إن شاء الله بإذن الله.